Norma, عطونا عندك بار ونكت يعني رايتك تطول. فادي مش عارف يطلع من اللي شوف الشعار الطبيعي. اكيد طبيعي. طلع بتشبه هاي المصر بالشقرة شو اسمها يا يا ام كلثوم. كانك ياها بالمرة منين؟ ولك فادي عفوش بسألك يا عيني ضعفوا هنيت امبارح شو زاتي بنتو. دخلك دخلك طلعنا مريتنا ما طلعنا. شو هالبنت الجمال؟ شو هالبنت هيدا؟ مولدة بمرته حرام جديد سعدانة. بتقول مخلفة سعدانة. يعني هاي على كبر اكيد غوريلا. كثير بشعة هالبنت. ايه دخلك اكيد بدها تطلع بشعة. اذا اما تومي ويا بصلي كيف بدها تطلع حتى دخلك. الي. ايه خبريني. طلعنا نبيل ايه طلعنا قولي هنينام هي. صرت لك لفوق انا. عم هالبنت ما بتنشاف. تدري كيف شكلها وصلت؟ تعبت. ايه شو فكروا عجبتي؟ قالوا لي حلوه مهما حرام القرد بعين امه غازية. ايه قالوا لي حلوه ما هيك شو بدي اقول له؟ قلت لهم ليش مره بتجنني؟ دقيت على الخشب بس شو ما صبت الخشبات دقيت حتى بعدين دق الله لخشب ولقوا علي مين دق الله النوبه. سوري سرسور عم بعزك معي. كرم عينك سرسور. صادي حياتي هيك بنفذوا السجاد؟ هيك بنفضوش عم تغنجيها للسجادة يعني؟ بدك أحسن من هيك؟ ما هيك تبك الغبرة فيها. أول إيدك شري ما عزم هذا بيب أول. انت عمي كل نفيني وقت ما نحلى فاديا عيد بكم في دين بلا بيزني بيزني شري. سوري يا حياتي عم بعزك معي بس انا ما في حدا يساعدني فيهم شري ما بقدر احملهم لحالي. واذا عرانه الي بتقولي لي سوري بيناتنا في هيك اشياء مجاره للجاره والعدس بترابه. يا تعمي فيك هذا شو هالنصحه هون؟ شو نصحاني؟ شو عم تربيون؟ شفتي خلص تنين الله لازم بلشي لازم شري لازم. ليكي ما تغير الموضوع هيدي شو قصتها السجاده العجميه هيدي ماني شايفتها عندك. انا بجي 20 مره لعندك والنهار بحياتي ما شفت هيك سجاد عجمي. من وين هيدول من وين؟ شري ما هول ورثنته من بي شري يعني عمر السجادة كل واحدة شي 200 سنة عرفت كيف؟ بس هول ما بحطهم شري هيك يدعسوا عليهم. هول دعس عليهم على تاتيرك شري. ايه بحطهم هول بس ضبهم بتدخيته وبس بفلشهم تلفظهم وقت الموسم تيشوف العالم بيت الشريقة والسجادة العجمي. الله يكون سمعوا كيف حالك حالي حالي وبنت كبار. ايه شو لك وين؟ بس شاشورة حرام لشو كل هالمعمول عملتيه جوا؟ شو عامل 18 كيلو؟ احنا عربة بالبيت. ايه اكيد لشو 18 كيلو شري؟ لمين عملتيهم؟ دفقت لعملتهم للاكل؟ شو لك؟ لما تشوفي هدول بركة. بركة؟ لشو بنستهجن؟ 2 و 3 كيلو ماكسيموم. ايه بس هدول عملتهم تيشوفوا العالم بيت شرقة شو بيعملوا؟ انتوا ناطرين شايف العالم بيت شرقة؟ لانه العالم هيك عايشة على المظاهر شاشوت. هلا انا صفيتهم بس خذي بالعنصريه حطيتهم كلهم جوا تيبينوا. شو لك؟ ايش ولا خير كرمال هاي لا؟ انت عمرك قد ايش صار الساعة؟ ليش شو عندي؟ هي حاطط طبخة على النار. انت جوزي انا نازلة عند الجارة 5 دقايق كل ساعة طفي تحت الطبخة. بعد يلا شيري يلا شيري باي شيري. عوقي لك عبوش بدي اسالك نزلتي على الزيت ودخلك سلوى بجوزها يا سلوى شفتك دخلك نبيل شفتي زلنا مع الزياره يعني كنا رح نلبس ثياب حفله راس او شيء شو عم تحكي؟ ليش بتقول لدعيت له ميت لحدا؟ تحكي طرف ايه مسح ولعب ومثل شو؟ ايه وحياه التليفون موقف لشوفير قال لها شوفير شو موقف لها ما بعرف يا طعمي يا طعمي شو زهره؟ ايه بلدي ليه؟ احسن حياتها لك اسود مش لابسه لا لابسه اسود يعني اسود هو بس اذا بتبحلي مضبوط بتقربل بقربل مش هيك الاسود الغامي جاي شوي على رصاصي وينوه لمين لحتي خلي لنا نحن بيت الشريحة يا ريت تكون جوز اذا فشيكم بحده ايه لا توقع ايه تعالي فيي شو هالحزين هيدا؟ شو هالطلعات؟ شو يلا بالايام شو بدنا بالعالم؟ شو ايه عفيكي بلا ما نحكي على العالم طابخه اليوم طابخ شرشور انا مش عارف اليوم انت شو بدك تعملي؟ انا جبت شهبايه روستو ايه روستو شي خفيف يعني هني يا محمد ضل يغير دخلك هالطبخ انا راح يقبرني على صيد السمك نبيل اليوم ما عنده شغل اليوم قال لي انا رايح على الصيد راح يصيد سمك غدا سمك يعني غدا سمك من
منين بده يجيب سمك؟ ما عم يتصيد من معملتين، بده يجيب سمك. شو بالمعملتين؟ كيف بده يجيب سمك وعيونه على البلاتين كيف؟ ييي مسؤولين. إذا بدنا ناكل اللي بيتصيدهم بنكون بصير أكلة لحم البشر، لأنه بعرفوا شو بيتصيدوا هونيك. بعده عادته؟ بعده كلهم أرجيل. يي أرجيل جنسهم برحلة على المعملتين، بدي أعرف شو فيه هونيك، بدي أعرف. اخر مره جاي ريحته فرفان. لا ايه قلت له شو صاير السمك عم بيتعطر ويحط فرفان بلبنان. ليه كان اشقر على كتافه. قلت له شو مصير لك شي حوريه؟ شوف عمره بيضل هون قلبه. هلا انا بعرف دوامه صرت بيقولوا لي وينه نبيل، بقول لهم للتنتين بالشغل بعد التنتين بالمعملتين. دغري اعمى شو اعمى شو اعمى مش شايف الحبة قدامي. يا اختي بيستقرب بيروح على المعملتين بيقول لك بلا ما ياخذ معي قصبة، قصبتي مني وفيي. بتعرف شو بده على فكره وهي حبقة؟ شو بني انا شو بني؟ طول شو؟ جسم ليكي جسمي. ليكي شو بده؟ جمال نفسية اخلاق ولا بيضل مش عاجبهم يقصف وعمرهم قصف؟ اقول ما في شيء عاجبهم. بدي اعرف شو بده. حيوانات. صوتوني هذا اللي بعتيني لعنده، بلا يدي الا صوتي تبعتيني شيء بلحمة من عنده ما بيعرف يقص لحمة. ليه بدك شيء بقرب شيء؟ عطيت المفرومة. عطيني المفرومة. منيح والموزات. شرقنا انا وياها كيلو ونص وكيلو ربع. منيح بسيطة يلا بكرة اهله على الغدا من غير شرج مرتين بالجمعة. قد ايه طلع تقلى الشهباية؟ ما شفت شهباية. كيف ما جبت شهبايه يا حبيبي؟ ما قلت لي جيب شهبايه، شو قصتك هلا؟ لك ما الشهبايه بكره للغدا لاهلك، شو بدي طعميهم؟ لك شو خص اهلي بالشهبايه هلا؟ شو خص ما بطعميهم، بيتغدوا بيتغدوا ما بيتغدوا روحوا ياكلوا ببيتهم. رجع انت، انا ما بقى فيي اتحمل لبيل، انا ما بقى فيي اتحمل، صار عند بيت اهلك ما بقى فيي صراحه. ما بدي احترم حالك تكوني ساكت هلا. ترمي حالك تجي امه الله وكيلك ما بيعجبها العجب، اذا لبسنا عصير بتغمز، اذا لبسنا طويل بتغمز، اذا ضعفنا بتغمز، اذا صحنا بتغمز، احترنا ما احترنا. شوف امي ما تحكي على امي شوف امي بتضل ساكتة مثل سمارة وحياتي بتجي لهوني بتدقي طفلي قال هيدي بدها زيت وهيدي بدها ملح بدها شوف طفها هي ما بتجيب تتاكل منه بشرتي بعدين هيدي اختك ما بدك تتدخل بالولاد اختك ما بدك تتدخل ما خاصة اذا رورو بيدرس ايه ولا لا ما الها دخل شوف ولاد بتحكي عن اختي بقى بتحكي عن اختي وحياتي بتدخل بالولاد وما الها دخل هي بس هالسكتي انت سكتي شوف عمري تلفيت طب اللحمات وجايه والك حديث بعدين انا بفرجيك يا بقرة